المبادره ديال جمعيه نعمه للتنميه اللي هي بتعاون مع المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان، كتقوم بالواجب ديال التفسير وديال التحسيس فيما يخص تفعيل هذا القانون، لان هذا القانون بنواقصه كيشكل واحد الخطوه اولى بالنسبه لمجموعه فئه واسعه من النساء وكذلك من الرجال اللي هما خدامين يعني عمال وعاملات المنازل، واللي هما منذ 2004 الى يومنا هذا وهما محرومين من الحق ديالهم انهم يكون عندهم تغطيه الاجتماعيه وانهم يكونوا متصرحين بهم الى الضمان الاجتماعي. اذا يعني النقطه اللي هي مهمه وتقدم مهم فيما يخص الاعتراف بهذه الفئه بالاجمال زعما هذه الفئه اللي كتقوم بواحد العمل شاق جدا واللي ما عندهاش اي تعطير واي حمايه قانونيه. الى جانب ذلك كاين المشكل معلوم ديال تشغيل الاطفال دون سن 18 سنه اللي كان موضوع ديال واحد النضالات كبيره واحد الالتزام كبير واحد مرافعات واحد يعني مبادرات قويه وكثيره منذ سنوات من اجل انه هذا السن ديال التشغيل يكون محدد في 18 سنه. ففي نفس الوقت القانون نص على انه هو 18 سنه هو السن ديال التشغيل، السن الادنى للتشغيل الفتيات كعمال المنازل، ولكن مع الاسف جات واحد النقطه سوداء اللي هي اعطاء واحد الفتره ديال 5 سنوات من اجل يعني قبل ما يتم التطبيق ديال القانون الاصلي اللي هو القانون الاصلي مطابق مع المبدا ديال مع التزامات ديال المغرب ومع المبدا ديال حقوق الطفل، ولكن الفتره ديال 5 سنوات هي كانت يعني كانت النقطه اللي هي ما لقاتش الرضا ديال فئه واسعه من جمعيات المجتمع المدني والحقوقيين والحقوقيات بصفه عامه.